كيف تحدثت الملكة فيكتوريا عن حبيبها ألبرت قبل الزواج؟ وكيف وصفت ليلتها الأولى معه؟ هذا ما سنتحدث عنه أعزائي في هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة، حيث أنه من النادر جدا أن نجد ملكة تتحدث عن ليلة دخلتها، وربما من الأندر أيضا أن نجد امرأة حاكمة تمدح زوجها بهذه الطريقة. قبل أن نواصل ندعوك إذا كنت تشاهدنا لأول مرة إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. أصبحت فيكتوريا ملكة وهي فتاة مراهقة لا زوج لها ولا أولاد. كتبت فيكتوريا في مذكراتها أن قرار زواجها قد جاء نظرا لعدم ارتياحها في علاقتها مع أمها. تم تقديم عدة أمراء كمرشحين لخطبة فيكتوريا، ويذكر أنها انتقدتهم جميعا، إلا أنها بعد ذلك استمتعت بصحبة الأمير ألبرت من ساكس، وهو ابن شقيق ليوبولد ملك بلجيكا الذي اقترحه للزواج من فيكتوريا. كتبت هذه الأخيرة في مذكراتها بعد زيارة ألبرت لها: إن ألبرت وسيم للغاية، لون شعره يماثل لون شعري تقريبا، أما عيناه فكبيرتان وزرقاوان، لديه أنف جميل وفم حلو يحوي أسنانا مصفوفة، لكن أكثر ما يجذبني إليه تعبيراته التي تجلب السرور، هذا بعكس ألكسندر الذي يبدو عاديا وجامدا. هكذا وصفت فيكتوريا ألبرت مقارنة إياه بمرشح آخر لها. أرسلت بعد ذلك رسالة لخالها ليوبولد شاكرة إياه لترشيحه ألبرت لها، وقد قالت عنه أنه أفضل ناصح لها وأكثرهم عطفا عليها. استمرت فيكتوريا بمدح ألبرت عقب زيارة أخرى لها سنة 1839، وقد شعر كلاهما بعاطفة متبادلة ليتزوج في الأخير سنة 1840. كانت فيكتوريا غارقة تماما في حب زوجها، ورغم أنها عانت صداعا شديدا في ليلتها الأولى، إلا أنها كتبت هذه الكلمة عن ليلة دخلتها: لم أقضي أبدا في حياتي أمسية أفضل من هذه. أغلى وأعز أحبائي ألبرت، حبه الشديد وعاطفته أعطيني إحساسا صافيا بالحب والسعادة، لم أتخيل أنني سأشعر بذلك من قبل. لقد احتواني بين ذراعيه وتبادلنا القبولات مرارا وتكرارا، وسامته وعذوبته ونبله كلها نعم تفوق الخيال. حقا كيف أكون شاكرة بحق لحصولي على زوج كهذا، إنه يناديني بكلمات تقطر محبة لم يناديني أحد هكذا من قبل، إنه حقا أفضل يوم في حياتي. هكذا كتبت ملكة عن ليلة زواجها، وهكذا وصفت زوجها المحب الذي تمنت أن يشبهه كل أولادها. البنات الخمس للملكة فيكتوريا: فيكي وأليس وهيلينا ولويز وبياتريس. ما هي أهم المعلومات عنهن؟ وكيف أصبحن بدورهن جدات لملوك أوروبا؟ اعتلت الملكة فيكتوريا العرش سنة 1837، وكانت أنذاك في 18 من عمرها. تقول المؤرخة ديزي جودوين أن صعود فيكتوريا كان بمثابة لحظة كاشفة في تاريخ المملكة المتحدة، كانت صفقة ضخمة، فبعد سلسلة من الرجال المسنين أصبح للبلاد ملكة مراهقة تديرها، كانت تربطها علاقة حب حقيقية مع زوجها الأمير ألبرت، وقد أنجبت منه 9 أطفال. هؤلاء الأطفال التسعة كانوا بمثابة نعمة للنظام الملكي. وتضيف المؤرخة أن فيكتوريا وألبرت قد جعل النظام الملكي محترما وشعبيا كما لم يكن عليه الأمر يوما، وقد كان قدوة ونموذجا للفضيلة البرجوازية. ومن بين 9 أطفال كان لفيكتوريا وألبرت 5 بنات. الابنة الأولى هي الأميرة الملكية فيكتوريا. ولدت هذه الأميرة في نوفمبر سنة 1840، أي بعد أشهر من زواج والديها. كان يمكن لها أن تصبح ملكة يوما ما لولا إنجاب فيكتوريا لولد ذكر بعد ذلك. كانت فيكي طفلة مميزة، وقد تعلمت عدة لغات في سن صغيرة جدا، وعندما بلغت 17 من عمرها تم تزويجها من الأمير فريدريك من بروسيا لتنجب منه 8 أطفال. اعتلى زوجها عرش بروسيا بعد ذلك، وأصبحت فيكتوريا ملكة بروسيا القرينة، كما أصبحت في فترة معينة إمبراطورة ألمانيا القرينة. وفي سنة 1901 تم تشخيص إصابة هذه الملكة بسرطان الثدي لتموت فيكتوريا بهذا المرض. نمر الآن أعزائي إلى الابنة الثانية للملكة فيكتوريا، وهي الأميرة أليس.
ولدت سنة 1843 وتزوجت من لويس دوق هيسن سنة 1862 لتنجب منه 7 أطفال. أصبحت الأميرة أليس فيما بعد الجدة الكبرى للأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، ولهذا فإن الأميرة فيليب هو من أحفاد الملكة فيكتوريا أيضا. اشتهرت الأميرة أليس بالتزامها بالعمل الخيري وأصبحت في النهاية مهتمة بالتمريض. قد توفيت هذه الأميرة سنة 1878. أما الابنة الثالثة للملكة فيكتوريا فهي الأميرة هيلينا، هي الثالثة بين البنات والخامسة إجمالا من أولاد الملكة فيكتوريا. ولدت سنة 1846 وتزوجت سنة 1866، أي عندما كانت في 20 من عمرها، من الأمير كريستيان أمير شليسويغ هولستين الذي كان يكبرها 15 عاما. أنجبت منه 5 أطفال، وفي سنة 1916 احتفل الزوجان بالذكرى 50 لزواجهما، وكان أول من فعل ذلك من أبناء الملكة فيكتوريا. وقد توفيت الأميرة هيلينا سنة 1923. أتى الآن للابنة الرابعة للملكة فيكتوريا وهي الأميرة لويز. ولدت سنة 1848 ووصفت بأنها كانت طفلة ساحرة. تزوجت فيما بعد من دوق أرجيل وكانت أميرة فنانة بحق، حيث تدربت على الفنون وأصبحت أول فرد في العائلة المالكة يعمل كفنان. صممت تمثالا بالحجم الكامل لوالدتها وكانت مبدعة حقا. وبعد بداية سعيدة افترق الطرفان ربما بسبب عدم إنجابهما للأولاد وقيود الملكة على حركاتهما، هذا طبعا بعد أن ظل الزوجان معا لأكثر من 40 عاما. توفيت لويز سنة 1939 وهي في 91 من عمرها. وأخيرا أعزائي نصل إلى الابنة الخامسة للملكة فيكتوريا وهي أيضا ابنتها الصغرى. ولدت الأميرة بياتريس سنة 1857 قبل وفاة والدها الأمير ألبرت ب4 سنين. تزامنت طفولة بياتريس مع نحيب الملكة لوفاة زوجها، وبعد زواج كل البنات اتخذت الملكة من بياتريس مؤنسا لها وكانت تلقبها بقرة عيني. كانت الملكة فيكتوريا عاقدة العزم على ألا تزوج بياتريس أبدا، إلا أنها أجبرت على الموافقة على زواجها بعدما رأته في ابنتها من رغبة في الزواج. وفعلا كان ذلك سنة 1885 لتنجب بياتريس من زواجها 4 أطفال، إلا أنها ترملت بعد مرور 10 أعوام على زواجها وظلت تعيش بجوار والدتها إلى أن ماتت. توفيت بياتريس سنة 1944، أي عندما كانت في 87 من عمرها. يعرف على نطاق واسع أن علاقة الملكة فيكتوريا بابنها الأكبر بيرسي الذي ورث عنها الإمبراطورية وأصبح هو الملك بعدها قد كانت متوترة نوعا ما، حيث لم يكن بيرتي نسخة من والده كما أرادت فيكتوريا. كان بيرتي دائما في نظر والدته مخيبا للأمل، حيث كان متمردا نوعا ما ولم يكن يتقبل الرضوخ الكامل لوالدته. زوجته الملكة فيكتوريا من ألكسندرا الدنماركية التي كانت من عائلة أرستقراطية، حيث كان والدها ملكا وكانت هي جميلة مثقفة هادئة وتليق نوعا ما ببيرتي. ظلت علاقة الملكة فيكتوريا بكنتها ألكسندرا ودية دائما، ويعود الفضل جزئيا في ذلك إلى بيرتي، حيث كان من التقاليد أن تحضر الملكة دائما ولادة زوجة ابنها باعتبار أن الولادات الملكية قد كانت حدثا عاما وكان يجب أن يشهد على الولادة كبار أفراد العائلة بمن فيهم الملكة. إلا أن ألكسندرا الدنماركية كانت لا ترغب في ذلك وكانت تتحرج جدا من وجود الملكة وحاشيتها الكبيرة في غرفة ولادتها. هنا وجد الأمير إدوارد الشهير ببيرتي حلا لذلك، حيث كان ذكاؤه منصبا في مثل هذه الألاعيب في الوقت الذي وصف بالغباء في الدراسة. تريد أمه الملكة أن تحضر ولادة أحفادها، لا مشكلة، أعطاها بيرتي في كل مرة تاريخا خطأ متعللا في كل مرة بأن الأطباء قد أخطأوا في التقدير. الأطباء أخطأوا، ألكسندرا تلد كل مرة بدون حماتها، والطريف في هذا الأمر أن الخطأ قد تكرر 6 مرات فلم تحضر ألكسندرا أبدا ولادة كنتها.
ورم في كبد سيدة بيلات عند الملكة فيكتوريا يتسبب في فضيحة ملكية بعد أن انتفخ بطنها، وظن كل من رآها أنها حملت سفاحا. فما هي قصة هذه المرأة التي أضرت بشعبية فيكتوريا؟ تولت الملكة فيكتوريا الحكم وهي في 18 من عمرها. حظيت في البداية بشعبية كبرى، إلا أنها سرعان ما عانت سنة 1839 من مكيدة بالبلاط الملكي هزت مكانتها عند شعبها، حيث أصيبت إحدى وصيفات والدتها بانتفاخ في البطن، وانتشرت شائعات بأن سيدة البلاط تحمل في أحشائها طفلا غير شرعي من السيد جون كونروي. هذا السيد طبعا كان قريبا من والدة الملكة. صدقت فيكتوريا الشائعات وكرهت السير كونروي، واحتقرت السيدة فلورا التي وصفتها بالبغيضة لأنها دنست المنظومة الأخلاقية التي تعيشها فيكتوريا أنذاك. في البداية رفضت الوصيفة الخضوع لفحص طبي، ثم وافقت بعد ذلك ليتضح بأنها عذراء. وطبعا وما لا شك فيه، تأكد الجميع بأن الانتفاخ في بطن هذه المرأة ما هو إلا مرض مجهول. قام السير كونروي بتنظيم حملة إعلامية ورطت الملكة فيكتوريا في قضية الترويج لإشاعات كاذبة عن السيدة فلورا. وعندما توفيت هذه الوصيفة، أثبت التشريح وجود ورم ضخم في كبدها، وقد أدى هذا حقيقة إلى السخرية من فيكتوريا، وتم اتهامها على الملأ بأنها تنشر إشاعات لا أخلاقية. الأمر الذي شدني في هذه الحكاية أن آلاف النساء في العصور الماضية تم اتهامهن في شرفهن، وربما تم قتلهن بسبب أورام انتفخت في بطونهن ووصمتهن بالعار والحمل سفاحا. الأولاد التسعة للملكة فيكتوريا الذين فرقتهم على أوروبا بزيجات سياسية ليتفرق بذلك نسلها في كل العائلات الملكية، ولتكون هذه الملكة هي جدة كل أوروبا. عاشت شأنها شأن زوجها طفولة تعيسة، ليحاول بعد زواجهما تعويض ذلك بعائلة ضخمة. هذا على الرغم من أن فيكتوريا لم تكن تحب الأطفال الصغار كثيرا، حيث كانت تتقزز من أشكالهم المشابهة الضفادع كما وصفتهم. أحبت زوجها وعشقته أكثر من أولادها، ولم ترضى أبدا بأن ترضع أطفالها، مكرسة اهتمامها الأكبر لألبرت وللملكية. وعن الحياة الأسرية للملكة فيكتوريا سيكون أعزائي هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة، حيث سنتحدث عن أولادها التسعة، وسنتحدث بتفاصيل شيقة ربطت الملكة بزوجها وأطفالها. لكن قبل أن نواصل عزيزي المتابع، ندعوك طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. ندعوك أيضا إلى زيارة موقعنا manardfirdaus.com والذي تجدون رابطه في صندوق الوصف. ولدت الملكة فيكتوريا سنة 1819، ولقد تزوجت من قريبها الأمير ألبرت سنة 1840، أي أنها كانت أنذاك في 21. كان بين الزوجين عشق كبير، وكان متناغمان جدا لدرجة أنهما أنجب 9 أطفال في 17 عاما. وهذا يعني طبعا أنهما كان ينجبان الأطفال بمعدل طفل كل سنتين تقريبا. لم تكن العائلة التي أسساها مجرد عائلة ملكية عادية، وإنما جلب هذا التكوين الأسري الناشئ السلام والانسجام لكل أوروبا. كانت خطة ألبرت نبيلة، حيث أراد أن يخلف أطفالا مثاليين. وعلى عكس الأدوار الطبيعية، فلقد كرست الأم فيكتوريا نفسها للواجبات الملكية باعتبارها ملكة، بينما تولى زوجها ألبرت مسؤولية تربية الأطفال. كان ألبرت أبا مثاليا بحق، حيث أعربت فيكتوريا عن ذلك مرضة لأطفاله قائلة لهم: يجب عليكم أن تكونوا فخورين بهذا الأب الذي لا مثيل له في هذا العالم. ولقد كانت فيكتوريا تأمل حقا بأن يكون أطفالها نسخة مصغرة من الرجل الذي كانت تعشقه بشدة، حيث كانت تدعو بأن يكبر طفلها بيرتي ليشبه أباه الملائكي العزيز في كل شيء، سواء في الجسد أو العقل.
إلا أن الواقع كان مغايرا لما تمنته فيكتوريا وزوجها، حيث كان وريث العرش عكس والده في كل شيء، الأمر الذي مثل إحباطا لوالديه. وعلى الرغم من أن الملكة أنجبت عدة أطفال، إلا أنها كانت تكره أن تكون حاملا، حيث أشار المؤرخون إلى أنها ربما تكون قد عانت من اكتئاب ما بعد الولادة، كما وصفت شعورها أثناء الحمل بأنها كانت تشعر وكأنها بقرة، كما كتبت بأن الطفل القبيح هو شيء سيء للغاية، وحتى الأطفال الذين يتمتعون بالجمال يخيفونها، وذلك لأنهم عندما يخلعون ملابسهم يكونون بأجساد كبيرة نسبية وأطراف صغيرة، الأمر الذي جعلها تراهم كالضفادع. أيضا لم تستطع فيكتوريا حتى التفكير في إرضاع أطفالها، حيث كانت ترى هذا الأمر مثيرا للإشمئزاز. أما عن الأبناء التسعة للملكة فيكتوريا والأمير ألبرت فسنستعرضهم الآن على التوالي. أولا الأميرة فيكتوريا، وهي الابنة الكبرى للزوجين، ولدت بعد سنة واحدة فقط من زواج والديها، ولقد تم تزويجها سنة 1858 من فريدريش الثالث الذي أصبح قيصرا للرايخ الألماني. وهكذا أصبحت فيكتوريا الابنة الكبرى للملكة فيكتوريا إمبراطورة لألمانيا وملكة لبروسيا، وطبعا فلقد أنجبت أبناء أصبحوا بعد ذلك هم ملوك ألمانيا. أما الابن الثاني للملكة فيكتوريا فهو الأمير ألبرت إدوارد أمير ويلز، والذي أصبح فيما بعد الملكة إدوارد السابع. ولد هذا الأخير بعد سنة واحدة فقط من ولادة أخته فيكتوريا، ولقد كانوا يدعونه ببيرتي. من نسله استمرت الأسرة الحاكمة البريطانية، وطبعا فإن الملك الحالي تشارلز الثالث ووالدته إليزابيث الثانية هما من أحفاد بيرتي أو إدوارد السابع. وباعتباره وريث العرش فلقد تعامل معه والداه بحذر كبير، حيث حرص أبوه الأمير ألبرت على تكوينه تكوينا مثاليا، إلا أنه كان باستمرار مخيبا للآمال. ومنذ سن مبكرة رفض ألبرت الامتثال لخطة والده، حيث كان يجد صعوبة كبرى في التعلم ولم يكن قادرا على التركيز أبدا. اعتقد الوالدان بأن طفلهما كان غبيا، وشكل هذا الأمر صدمة كبرى لهما، إلى درجة أنهما استعانا بدجال عصري آنذاك. أخبرهما هذا الأخير بأن شكل الرأس يؤثر على الدماغ، وشخص حالة ألبرت بأنه سيكون هكذا دائما، وطبعا فلقد مثل ذلك إحباطا للوالدين. إلا أن الحقيقة أن هذا الطفل الصغير كان طفلا عاديا، إلا أنه كان يعاني من عسر في التعلم، كما أن الضغط عليه قد أدى إلى تفاقم حالته، ومع ذلك فلقد أصبح فيما بعد ملكا لبريطانيا. أما الطفل الثالث للملكة فيكتوريا فهي ابنتها الأميرة أليس، التي ولدت في 25 من أبريل سنة 1843، وطبعا فلقد تم تزويجها من لويس الرابع الذي كان الدوق الأكبر لهسن والراين. نصل الآن إلى طفل فيكتوريا وألبرت الرابع، وهو ألفريد الذي ولد سنة 1844، وهو طبعا الذكر الثاني في العائلة. عرف بصفته دوقا لإدنبرا، ولقد تزوج من الدوقة ماريا من روسيا. أما خامس أبناء فيكتوريا فهي الأميرة هيلينا أوغوستا فيكتوريا، ولدت سنة 1846، والتي تم تزويجها من الأمير الدنماركي الألماني كريستيان. نصل الآن إلى الطفل السادس والابنة الرابعة للملكة فيكتوريا والأمير ألبرت. ولدت الأميرة لويز أو لويزا كارولين ألبرتا سنة 1848، ولقد كانت في 13 من عمرها عندما توفي والدها. لم تستطع هذه الأميرة تفهم حالة الحداد التي دخل فيها البلاط، حيث عاشت فيكتوريا أنذاك في حزن مطول. أصبحت لويز مع الوقت غير متعاطفة مع هذه الحالة، الأمر الذي جعلها تتمرد بعض الشيء على والدتها. لم تشأ فيكتوريا أن تزوجها من أمير أجنبي، وذلك لأنها عانت مع زوجها الراحل من فراق بناتهما. لتقترح الملكة فيكتوريا أن تزوجها من رجل ذو رتبة عالية من الطبقة الأرستقراطية البريطانية، إلا أن الأميرة لويز وقعت في حب جون ماركيزي لورين، ووافقت الملكة على زواجهما. وأما الطفلة السابعة للملكة فيكتوريا فلقد كان الأمير آرثر دوق كونوت. ولد هذا الأخير سنة 1850، أي أنه كان في 11 من عمره عندما توفي والده، ولقد خدم بعد ذلك باعتباره حاكما عاما لكندا. نصل الآن إلى ثامن أبناء فيكتوريا، وهو الأمير ليوبولد دوق ألباني. ولد سنة 1853، ولقد كان مصابا بالهيموفيليا أو سيولة الدم،
الدم، الأمر الذي أدى إلى وفاته في سن 30. وأما الطفل الأخير للملكة فهي الأميرة بياتريس، حيث ولدتها فيكتوريا سنة 1857، أي أنها قد كانت في الرابعة من عمرها عندما فقدت والدها. وبعد زواج كل بنات الملكة أصبحت بياتريس هي المؤنسة الوحيدة لها، حيث كانت تلقبها بقرة عيني. وكانت الملكة فيكتوريا عاقدة العزم على ألا تزوجها أبدا. تقدم لخطبتها الكثير من الأمراء، وكان من بينهم نجل إمبراطور فرنسا نابليون الثالث، غير أن فيكتوريا كانت ترفض دائما. بعد ذلك أحبت بياتريس هنري أمير بتنبرغ، ولقد دامت محاولات إقناع الملكة بتزويج بياتريس من حبيبها عاما كاملا. وافقت فيكتوريا في الأخير واشترطت على الزوجين الإقامة معها، وفعلا تم ذلك وأنجبت بياتريس 4 أطفال. توفي زوجها بعد ذلك وأكملت حياتها إلى جانب والدتها. هؤلاء أعزائي هم الأبناء 9 للملكة فيكتوريا. والدة الملكة فيكتوريا التي بالغت في حمايتها والإحاطة بها، كانت بدورها أميرة أوروبية، وهي أيضا عمة صهرها الأمير ألبرت الذي تزوج من ابنتها فيكتوريا وعاش معها قصة حب كبرى. تحدثت الملكة فيكتوريا باستمرار عن معاناتها مع والدتها، إلا أنها اكتشفت بعد وفاتها بأن أمها كانت تحبها كثيرا. عن دوقة كونت الأميرة فيكتوريا من ساكس كوبرزالفر نتحدث، وعنها اليوم سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. ندعوكم أيضا إلى زيارة موقعنا manartfirdaus.com والذي تجدون فيه الكثير من الأبحاث والترجمات. وكالعادة أعزائي فإن كل روابطنا موجودة في صندوق الوصف. ولدت الملكة فيكتوريا في 24 من مايو سنة 1819. والدها هو الأمير إدوارد دوق كانت، وقد توفي بعد سنة واحدة فقط من ولادة ابنته فيكتوريا. أما أمها فهي دوقة كانت الأميرة فيكتوريا من ساكس كوبرزالفيلد. كانت هذه الأخيرة شقيقة ليوبولد أرمل الأميرة شارلوت من ويلز. كانت فيكتوريا عند ولادتها 5 في خط الخلافة بعد والدها وإخوانه 3، إلا أنها وبعد وفاتهم أصبحت وارثة عمها الوحيدة لتحظى بالكثير من الاهتمام. كانت والدتها امرأة صارمة ومتطلبة، وهذا ما جعل فيكتوريا تصف طفولتها فيما بعد بالكئيبة. بالغت فيكتوريا الأم في حماية ابنتها فيكتوريا الصغيرة، وربتها بمعزل عن الأطفال الآخرين، كما منعتها أيضا من مقابلة الأشخاص الذين لم ترغب فيهم الدوقة، وكان معظمهم من أسرة والد الأميرة. تحاشت فيكتوريا الأم أن تختلط ابنتها بالبلاط الملكي نظرا لما لحقه من عار وإهانة جراء أطفال الملك غير الشرعيين. ويرى البعض أن فيكتوريا الأم هي التي بدأت النزعة الأخلاقية التي سادت العصر الفيكتوري بسبب إصرارها على إبعاد ابنتها على أي سلوك مشين. كانت فيكتوريا الصغيرة تنام كل ليلة مع والدتها في الغرفة نفسها، وأخضعتها أمها لنظام محدد ولتعليم متطور جدا. وبما أن فيكتوريا الصغيرة كانت هي الوارثة الوحيدة لعمها، فلقد تعاملت والدتها دوقة كانت مع الملك بفظاظة كبيرة، وكانت تريد أن تبعده دائما عن ابنتها. وبحلول سنة 1836 دعمت دوقة كانت رغبة شقيقها ليوبولد ملك بلجيكا في تزويج فيكتوريا الصغيرة من ابن شقيقه الأمير ألبرت من ساكس كوبرغوتا. وقد كان ألبرت في نفس الوقت هو ابن أخ دوقة كانت فيكتوريا. أعرب الملك مرة عن تمنياته بأن يطول عمره حتى تبلغ فيكتوريا سن 18، وذلك فقط حتى لا تصبح والدتها وصية عليها، في إشارة واضحة على توتر العلاقة بينهما. لم تكن فيكتوريا الأم تحترمه، وكانت تصفه دائما بالشيطان المفرط في ممارسة الجنس. أيضا كانت تحتقر زوجته، ولكنهما كانا مجبران على التعامل معها من أجل ابنتها التي تعتبر وارثة للعرش. الأميرة فيكتوريا نفسها تضايقت كثيرا من صرامة أمها، وكانت علاقتهما جامدة كثيرا، إلا أنها وبعد وفاة أمها سنة 1861 قرأت مذكراتها واكتشفت بأن والدتها قد أحبتها بشدة. حطم قلبها أنذاك لأنها ابتعدت عن والدتها بشكل خاص. عاشت دوقة كانت 74 عاما، وأثرت كثيرا على شخصية ابنتها فيكتوريا التي أصبحت واحدة من أعظم الملكات في التاريخ، وأثرت بدورها على شعبها والعالم.
أحبتها أمها كثيرا وأرادت أن تستبقيها إلى جانبها دون زواج حتى تؤنس وحدتها، وذلك بعد أن فرقت أبنائها على كل أوروبا في زيجات سياسية. إلا أن قصة حب كبرى جمعتها مع زوجها هنري استطاعت أن تقاوم تعنت فيكتوريا وتقنعها بالسماح لابنتها بالزواج، طبعا شريطة أن يقيم الزوجان معها بعد زواج آخر أخوات بياتريس الكبريات سنة 1871. أصبحت الملكة فيكتوريا تعتمد في كل شؤونها على ابنتها بياتريس التي أعلنت منذ صغرها ولاءها لخدمة والدتها. أصبحت هذه الابنة توأم روح الملكة فيكتوريا، ولقد كانت الأم تلقب ابنتها بقرة عيني. كانت الملكة فيكتوريا عاقدة العزم على ألا تزوج بياتريس أبدا، غير أن كثيرين من الخطاب تقدموا للزواج من الأميرة، ومن بينهم نجل إمبراطور فرنسا وأرمل أختها الكبرى دوق هيسن، غير أن فيكتوريا كانت صارمة جدا في قرارها. بعد ذلك وقعت الأميرة بياتريس في حب هنري أمير باتنبرغ، لتضطر الملكة فيكتوريا في النهاية على الموافقة على زواجها شريطة ألا تبتعد عنها أبدا وأن تقيم هي وزوجها معها. ويروى أن الملكة فيكتوريا لم تخاطب ابنتها بياتريس ولو بكلمة واحدة لمدة 7 أشهر، وذلك لأن بياتريس صرحتها برغبتها في الزواج من هنري. كانت فيكتوريا تخشى أن تفقد ابنتها وقرة عينها، حيث كانت تراها دائما طفلتها البريئة. وحقيقة فإن أميرة ويلز هي من أقنعت فيكتوريا، حيث ذكرت ألكسندرا الملكة بالسعادة التي جلبتها بياتريس للملكة ولألبرت. عندها فقط وافقت فيكتوريا. وعندما ذهبت الأميرة مع زوجها هنري إلى شهر العسل، أجهشت الملكة فيكتوريا بالبكاء، وأخبرت الزوجين عند عودتهما بأنها لن تسمح لهما بالذهاب إلى أي مكان مرة أخرى، وبأنها سترافقهما أينما ذهبا. وعلى الرغم من مرونة هنري، إلا أنه دائما ما كان يضيق صدره بتحكم الملكة المبالغ فيه في تحركاته هو وزوجته. أنجب الزوجين 4 أطفال، إلا أن هنري توفي بعد 10 أعوام من زواجهما، وكان ذلك بسبب الملاريا أثناء مشاركته في الحرب في إفريقيا. بعد ذلك ظلت الأميرة بياتريس إلى جانب والدتها، وذلك إلى أن توفيت الملكة فيكتوريا سنة 1901. كان الضلع الأخير في حياة فيكتوريا الطويلة خادم هندي تقرب من ملكة بريطانيا القوية فيكتوريا، وتطورت العلاقة بينهما إلى ود وصداقة كبيرين، لدرجة جعلت حاشية الملكة تهدد بالاستقالة الجماعية إن أنعمت هي عليه بلقب آخر يرفع مكانته. ليس هذا فقط، فلقد تحدث الكثير من المؤرخين عن أن العلاقة بين الملكة العجوز وخادمها الشاب قد تجاوزت الصداقة، ليكون الهندي المسلم عبد الكريم آخر حب في حياة الملكة فيكتوريا. نشرت الكثير من القصص حول علاقتهما، وأنتجت حولها الكثير من الأفلام. وعن هذه القصة الغريبة سيكون هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة، وذلك اعتمادا على مصادر موثوقة وعلى ما نشرته قناة الجزيرة حول هذه العلاقة. قبل أن نواصل عزيزي المتابع، ندعوك إلى الاشتراك في قناتنا إذا لم تكن مشتركا فيها بعد، وإلى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. ندعوك أيضا إلى تفعيل جرس التنبيهات وإلى زيارة موقعنا منارتفردوس.com. شاهد الكثير منا فيلم فيكتوريا وعبدول، والذي استند على أحداث واقعية تقريبا، حيث أنه مأخوذ من كتاب الكاتبة الهندية شرباني باسو التي استندت في كتابته إلى مذكرات عبد الكريم التي اكتشفت بعد وفاته. هذا بالإضافة إلى مصادر تاريخية أخرى وثقت العلاقة الغريبة بين الملكة فيكتوريا وخادمها عبد الكريم. عاشت الملكة فيكتوريا حياة طويلة، حيث أنها تعتبر صاحبة ثاني أطول فترة حكم بعد الملكة إليزابيث الثانية. ورغما عن حب الملكة فيكتوريا الكبير لزوجها ألبرت، إلا أن عدة مصادر تحدثت عن وجود رجال كثيرين في حياة الملكة، حتى أن هنالك فيلما وثائقيا بعنوان رجال فيكتوريا. كما أنتج فيلم
وثائقي آخر بعنوان الملكة فيكتوريا الحب الأخير. طبعا كل هذه الأعمال كانت تتحدث عن علاقة فريدة بين الملكة وعبد الكريم، ولقد تمت الإشارة إلى أن علاقة خاصة كانت قيد التطور بين الملكة وخادمها قبل أن يخبرها عبد الكريم بأنه متزوج، لتأمر الملكة بإحضار زوجته وتسكنها في بيت ضيافة ملحق بالقصر. وبما أن عبدول كان مسلما وكانت زوجته متنقبة، فإن الأمر أزعج كثيرا حاشية الملكة. ولقد أشارت الكاتبة سابرينا بار إلى أن كريم قد ولد في الهند لأسرة مسلمة سنة 1863 باسم محمد عبد الكريم. وبما أن الملكة من مواليد سنة 1819 فلقد كانت أكبر منه بأربعة وأربعين عاما، وبالتالي فإنها في عمر جدته. بدأ عبد الكريم حياته في وظيفة في سجن في أغارة، ولقد كانت فرصته الذهبية عندما تم اختياره لتقديم هدية لملكة بريطانيا والتي كانت في نفس الوقت ملكة للهند. أوردت الكاتبة أن الملكة وعبد الكريم التقيا لأول مرة سنة 1867 عندما كانت فيكتوريا في أواخر الستينات. وبعد وقت قصير من اجتماعهما الأول، كشفت الملكة فيكتوريا في مذكراتها أنها بدأت تتعلم بعض الكلمات من اللغة الهندية، فلقد أصبح عبد الكريم خادمها وقويت العلاقة بينهما شيئا فشيئا. قامت الملكة في البداية بترقيته إلى منصب مونشي، والتي تعني المعلم، للدلالة على دوره كمدرس لغة شخصي لها. لكن محادثاتهما لم تقتصر على تعلم اللغة فحسب، حيث قال المؤرخون بأن عبد الكريم أصبح موضع ثقة الملكة، وأنها أخبرته بعدة أسرار لدرجة أن أصبح من أقرب المقربين إليها. وطوال صداقتهما التي امتدت 14 عاما، أصبحت الملكة ملاعة بكريم لدرجة أنها عينته مسؤولا عن الخدم الهنود. هذا الأمر جعل الكثيرين يعبرون عن كراهيتهم لعبد الكريم، لتقف الملكة بكل قوتها إلى جانبه وتدافع عنه. ظلت علاقة الملكة الوطيدة بخادمها إلى أن توفيت. وبعد موتها أمر ابنها الأكبر إدوارد بإحراق الرسائل المتبادلة بينها وبين خادمها. وحسب ما نشرته المؤرخة باسو التي اطلعت على مذكرات عبد الكريم، فإن أحداث الفيلم الذي نشر عنهما هي أحداث واقعية لأبعد حدود. وحسب ما تؤكده الوثائق المتاحة التي لم تتلف، فإن علاقة صداقة قوية ربطت فعلا بين الملكة وخادمها، وربما فعلا قد نشأت بينهما مشاعر متطورة نوعا ما لولا أنها كبحت لمكانة الملكة وإدراكها بأن كريم متزوج. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو. نتمنى أن تكون هذه المعلومات قد أعجبتكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء. الملكة فيكتوريا في صور وأرقام. صورها في كل مرحلة من مراحل حياتها، مذ كانت طفلة إلى أن هرمت وبلغت أرذل العمر. ستلاحظ عزيزي المتابع ما يفعله الزمن بالإنسان، وكيف تغيره حالته النفسية فتزيده عمرا على عمر. لكن قبل أن نواصل، ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. الصورة الأولى في هذا الفيديو هي صورة الملكة فيكتوريا في الرابعة من عمرها، رسمت بواسطة ستيفن دينينغ، وكان ذلك سنة 1823، حيث نرى الملكة الشهيرة وهي في سنواتها الأولى. أما الصورة الثانية فهي للملكة فيكتوريا في الرابعة عشر من عمرها، حيث تظهر فيكتوريا في هذه اللوحة بصحبة كلب السبليني الصغير داش، وكان ذلك سنة 1833. أما الصورة الموالية فهي لفيكتوريا في السادسة عشر من عمرها، وهي عبارة عن صورة ذاتية رسمت فيكتوريا من خلالها نفسها سنة 1835. بعد ذلك نجد صورة فيكتوريا في الثامنة عشر من عمرها، وهي صورة تجسد تلقي ولية العهد الفتاة المراهقة فيكتوريا لخبر توليها مقاليد الحكم، وقد كان ذلك طبعا بعد وفاة والدها. بعد ذلك بسنة واحدة، أي عندما بلغت فيكتوريا التاسعة عشر من عمرها، تم تتويجها، وقد رسمت صورة التتويج هذه بواسطة جورج هايتر.
ثم نجد صورة الملكة فيكتوريا وهي في 21 من عمرها، والتي تجسد زفاف الملكة على قريبها ألبرت، وقد رسمت هذه اللوحة بواسطة جورج هايتر. نجد بعد ذلك صورة فيكتوريا في 26 من عمرها، وربما تعتبر هذه الصورة من أوائل الصور الشمسية التي تلتقط للملكة، حيث تظهر فيها فيكتوريا صحبة بنتها الكبرى، وقد كان ذلك سنة 1845، أي عندما كانت الملكة في 26. أما هذه الصورة العائلية الجميلة فهي للملكة فيكتوريا سنة 1857، ويظهر معها فيها زوجها ألبرت وأولادها التسعة. وطبعا فقد كانت فيكتوريا في 38 من عمرها في هذه الصورة. أما هذه الصورة والتي تعود لسنة 1860 فهي للملكة فيكتوريا في 41 من عمرها، وقد التقطت بواسطة مايال. بعد ذلك بسنوات قليلة نجد صورة الملكة فيكتوريا بصحبة جون براون وهي تمتطي حصانها سنة 1863، أي أن فيكتوريا أنذاك قد كانت في 44 من عمرها. الغريب في الأمر أن ملامح فيكتوريا قد تغيرت كثيرا عن الصورة السابقة، رغم أن الفارق بين الصورتين 3 سنوات فقط، وهذا دليل على أن الحالة النفسية السيئة قد تضيف أعمارا أخرى على عمر الشخص. وكما هو معروف حزنت فيكتوريا كثيرا على موت زوجها. الصورة الموالية تعود للملكة فيكتوريا في 56 من عمرها، حيث تم رسمها سنة 1875، وطبعا فقد بدأت علامات التقدم في العمر تبرز على وجه فيكتوريا. وأما هذه الصورة التي تبدو فيها فيكتوريا مرحة وضحكة فتعود لسنة 1887، أي عندما كانت فيكتوريا في 68. الصورة الموالية لفيكتوريا في 70، والصورة الأخيرة لفيكتوريا في عامها 80، حيث رسمت هذه الصورة سنة 1899، أي قبل سنوات قليلة من وفاة الملكة. وأخيرا ننهي بصورة الملكة وهي في لحدها، حيث تابعت الصور هذه الملكة منذ كانت طفلة صغيرة وإلى أن وضعت في لحدها. هي إحدى أطول ملكات بريطانيا حكماً، أطلق عليها لقب جدة القارة الأوروبية لأن أولادها التسعة تفرقوا في مصاهرات متشعبة لملوك أوروبا، ولقد نتج عن ذلك أن أغلب ملوك أوروبا اليوم هم أحفاد فيكتوريا. سمي عصرها بالعصر الفيكتوري، وذلك كدلالة على العصر الذي بلغت فيه المملكة أقصى اتساعها، خاصة بعد أن انطوت الهند تحت لواء بريطانيا العظمى. عن فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة نتحدث، وعنها اليوم سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. لكن قبل أن نبدأ، من فضلك إذا كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات ليصلك كل جديد. لا تنسى أيضا من فضلك الإعجاب بالفيديو ونشره وترك تعليق أسفله. كتبت الملكة فيكتوريا في يومياتها ما يلي: أيقظتني أمي في 6 صباحاً لتخبرني أن رئيس الأساقفة لوكان تربيري ولورد كوكينغهام يرغبان في رؤيتي. نهضت من سريري وذهبت لغرفة الجلوس وحدي، رأيتهما، وعندها أخبرني اللورد أن عم المسكين أي الملك قد توفي في 12:12 صباحاً، وتبعاً لذلك صرت أنا الملكة. هذا ما كتبته الملكة فيكتوريا عن لحظة إعلامها بأنها أصبحت ملكة بريطانيا. وبطريقة عفوية مدت الملكة الشابة التي كانت تبلغ أنذاك 18 من عمرها يدها إلى اللورد حتى يقبلها، وقد قام هذا الأخير فعلا بتقبيل يدها، وبذلك نزعت فيكتوريا عن نفسها ثوب الأميرة وارتدت ثوب الملكة. إلا أن هذا لم يمنع الملكة من أن تكتب في مذكراتها إعجابها كفتاة شابة بزوجها ألبرت، حيث كتبت عن لقائها بزوجها ما يلي: لم أقضي أبدا في حياتي أمسية أفضل من هذا. أغلى وأعز أحبائي ألبرت، حبه الشديد وعاطفته أعطياني إحساسا صافيا بالحب والسعادة، لم أتخيل أنني سأشعر بذلك من قبل. لقد احتواني بين ذراعيه وتبادلنا القبولات مرارا وتكرارا، وسامته وعذوبته ونبله كلها نعم تفوق الخيال. حقا كيف أكون شاكرة بحق لحصولي على زوج كهذا، إنه يناديني بكلمات تقطر محبة لم يناديني بها أحد قبل هذا، إنه حقا أفضل يوم في حياتي.
هذا ما كتبته ملكة عن ليلة زفافها، وإننا ننشره لأنه من غير المعتاد أن تكتب الملكات مذكرات كهذه. كتبت أيضا بقلب الملكة المراهقة إن ألبرت وسيم للغاية، ولون شعره يماثل لون شعري تقريبا، أما عيناه فكبيرتان وزرقاوتان، لديه أنف جميل ولديه فم يحتوي على أسنان مصفوفة. هكذا كانت الملكة الشابة ترى عريسها والذي تزوجها في فبراير سنة 1840، أي أن ذلك كان بعد 3 سنوات من تتويجها، حيث أنها توجت سنة 1837. وكما أسلفنا فلقد أنجبت فيكتوريا من زوجها 9 أبناء تصاهروا مع ملوك أوروبا لتصبح فيكتوريا بذلك جدة لأغلب ملوك اليوم. ولقد حكمت هذه المرأة المملكة المتحدة لمدة 64 عاما، ولقد تعرضت في سنوات حكمها الأولى إلى عدة محاولات اغتيال، وهذه صورة لإحداها، حيث حاول إدوارد أوكسفورد اغتيال الملكة فيكتوريا سنة 1840، وتعد هذه المحاولة المحاولة الأولى لاغتيالها من بين 7 محاولات لاغتيال الملكة. ولقد كانت أغلب هذه المحاولات بتخطيط وتدبير من عائلتها، حيث أن أعمامها بالأساس لم يكونوا راضين عن تولي فيكتوريا للحكم، وكانت دائما تشير إليهم بأعمامها الأشرار. فلا يكفي أنها امرأة فهي أيضا صغيرة الحجم والعمر، إلا أن فيكتوريا كانت الوريثة الشرعية الوحيدة آنذاك. كتبت فيكتوريا أيضا عن طفولتها بأنها كانت طفولة كئيبة، حيث أنها ولدت سنة 1819 وكانت ابنة الأمير إدوارد، وهو الابن الرابع للملك جورج الثالث. ولقد اختار لها والدها اسما عجيبا، حيث أنه سماها الأميرة فيكتوريا جورجينا ألكسندرينا شارلوت أوغوستا، ثم سقطت عنها تلك الأسماء وبقي منها فيكتوريا. ولقد توفي والدها سنة 1820، أي عندما كانت فيكتوريا في 9 من عمرها، وعكفت على تربيتها أمها الأميرة الألمانية، والتي كانت تبالغ في الخوف عليها، فنشأت منطوية بعض الشيء ومنعزلة. ولقد كانت ذات شخصية قوية منذ طفولتها، حيث أنها استدعت مرضة صديقة للعب معها، إلا أنها قالت لها: لا يمكنك أن تلمسي ألعابي، بإمكاني مناداتك باسمك، أما أنت فلا يمكن لك أن تناديني فيكتوريا. هكذا كانت تتصرف فيكتوريا عندما كانت طفلة، وكأنها كانت تستشعر قدرها بأنها ستصبح ملكة لأرض لا تغرب عنها الشمس. ورغم أن هذه الملكة استلمت ملكية محدودة الصلاحيات، إلا أنه كان لها تأثير كبير على السياسة، ولقد تدخلت في الكثير من القرارات الهامة، ولقد اهتمت كثيرا بتحسين العلاقات بين بريطانيا وفرنسا، وقامت أيضا بالعديد من الزيارات واستقبلت الكثير منها. ولقد عاشت حياة سعيدة مع زوجها، رغم أنها كانت واضحة من الأول بأنها هي الملكة وأنه تابع لها، كما أنه لم ينل لقب زوج الملكة إلا بعد سنوات عديدة. المثير في قصص إنجابها لأبنائها أنها وفي سنة 1853 أنجبت ابنها الثامن باستخدام مخدر جديد، ولقد انبهرت الملكة بكيفية تخفيفه لآلام الولادة لدرجة أنها استخدمته ثانية عندما أنجبت ابنتها 9 والأخيرة. ولقد عانت فيكتوريا من اكتئاب ما بعد الولادة بعد الكثير من ولاداتها، ولقد كانت تنتابها نوبات هستيرية من الغضب على الأمور التافهة والبائسة، حتى أن زوجها كتب عن ذلك. وفي سنة 1861، أي بعد 21 عاما على زواجها، مرض ألبرت مرضا شديدا وتم تشخيصه على أنه حمى تيفويد. وهكذا فقد لقي زوج الملكة ألبرت حتفه في 14 ديسمبر سنة 1861، وبموته دمرت الحالة النفسية للملكة، واندرجت فيكتوريا في حالة من الحداد على زوجها، وارتدت الملابس السوداء في الفترة المتبقية من حياتها، كما أنها اعتزلت الحياة العامة لمدة 5 سنوات كاملة. وحتى بعد ذلك فلقد ظلت تظهر في مناسبات قليلة، وكتبت بأنها بعد موت زوجها أصبحت تعيش فقط من أجل أولادها وبلدها. وفي 2 مارس لسنة 1882
تعرضت الملكة لمحاولة أخرى لاختيالها، وكما قلنا فقد تعرضت لذلك لسبع مرات، إلا أنها هذه المرة تعرضت لذلك على يد شاعر أطلق عليها النار لأنها أهانته عندما رفضت قصيدة من قصائده. وعندما تعرضت لهذه الحادثة انهال ولدين صغيرين بمظلاتهم على الفاعل وقام بضربه حتى تمكن شرطي من دفعه بعيدا. وعلى قدر الغضب الذي أحست به فيكتوريا عندما علمت بالفعل، فإن فرحتها بالولدين اللذين دافع عنها كانت كبيرة جدا. وفي السنوات الأخيرة من حياتها، وذلك بعد أن أصبحت الهند تحت حكم المملكة المتحدة، جاءت فيكتوريا بخادم هندي عرف بالمونشي وهو عبد الكريم وكان مسلما، وأصبحت على علاقة وتيدة معه وكانت تكرمه كثيرا، وهذا ما أزعج حاشيتها وجعلهم يسخطون على الخادم الهندي، كما قام ابنها بعد وفاتها بإتلاف رسائلها مع خادمها. ويفسر البعض تصرفات الحاشية بأنها لا تعد كونها عنصرية. وفي أواخر سنواتها كانت الملكة العجوز تعرج، كما أن بصرها انخفض كثيرا، ولقد بدأت قوتها تضعف حتى توفيت في يناير سنة 1901 عن عمر يناهز 81 عاما. وكان آخر ما طلبته فيكتوريا أن يتم إحضار توري كلبها المدلل بجوارها على فراش الموت، كما أوصت بأن تكون جنازتها عسكرية وأن يرتدي اللون الأبيض بدلا من اللون الأسود. وطبعا فقد خلفها على العرش نجلها الملك إدوارد السابع ملك المملكة المتحدة،